وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم رواد النجاح. كتير بتقابلنا مشكلات صحيه، وخصوصا كبار المواطنين او الاطفال الصغيرين بيكونوا محتاجين للرعايه الخاصه. عشان كده احنا النهارده معاكم فيرست كلاس للرعايه الطبيه المنزليه، ومعانا السيد محمود عاشور. اهلا بيك سيد محمود. اهلا بيك يا اختي، الله يبارك فيك، الله يسلمك. سيد محمود، ممكن تكلمنا عن نفسك وتقول لنا منين جات لك الفكره؟ بالبدايه طبعا انا مواليد البلد، مواليد الامارات، اترعرعت في الامارات. كنت طبعا بالاول بشتغل شغلات مهنيه من 99. كنت بشتغل في التكييف، وطبعا فتحت شركه ديكور، شركه مقاولات، يعني فتحت شغلات كثيره طبعا. منين جت لك بقى تحديدا؟ شوفي، بال 2013 تقريبا بدا السوق يطلب المجال الطبي او الشغلات الانسانيه، فانا من النوع من الناحيه الانسانيه لقيت ان الهوم كير، الرعايه المنزليه، طبعا الرعايه المنزليه الله يطول في عمر الشيوخ، انت في دوله الامارات هم يعني هم اللي بيخافوا على رعاياهم، الكبار في العمر، المواطنين، الاطفال اللي عندهم اعاقات مثلا، المرضى، مرض مزمن مثلا، فالدوله بتقدم لهم هاي الخدمه. فانا لقيت انه انا لازم اشتغل في هاي الشغله، انه انا بامن التمريض مثلا. طبعا التمريض لازم يكون مواصفات خاصه اللي هي على شروط الدوله، عندهم هاد لايسن، مرخصات من الدوله، من هيئه الصحه. من هنا اجتني الفكره انه الموضوع فيه انساني، غير انه بامانه بس بزنس بحت او تجاره بحت، انه في شغله انسانيه مثلا. فطبعا دخلت في المجال بال 2013 واخذنا الترخيص من هيئه الصحه من ضمان، والحمد لله. طيب سيد محمود، كلمنا بقى ازاي الخدمه بتتم منزليه، يعني قول لي من اول ما المريض بيكلمك لغايه ما بتروح لغايه هناك الدنيا بتبقى معاك. اول شيء طبعا كونك انت شركه اخذت المزاوله من هيئه الصحه وضمان، اسم شركتك بتكون في المستشفيات الحكوميه اللي هي مثلا مستشفى جيمي في العين، مستشفى توام، في المستشفيات الحكوميه. ممكن المستشفيات تتصل فيك تليفون كخدمة مزوئة، كشركة مزودة للخدمة. وممكن أنت مثلا عن طريق المعارف، عن طريق الناس، مثلا عن طريق السمعة، أنهم يتصل فيك تليفون مثلا. يعني أنت ممكن المستشفى هي اللي تبعتك للمريض. طبعا طبعا ممكن هي تتصل لتليفون تقول لي مثلا في هاي الفايل تبع المريض. طبعا أنت بتاخذ الفايل أول شيء، بتروح إنكيس أول ما بتاخذ الحالة بتروح دايركت للمريض، بتودي التمريض تبعك، طاقم التمريض تبعك، طاقم العلاج الطبيعي مثلا، طاقم عندي دكتوره جي بي، فبروحوا بيشيكوا على الحاله بشكل عام. طب هي الحاله بتكون اصلا متشخصه عند الدكتور الاول، وانتم بتبقوا واخدين التقرير من الدكتور؟ من الدكتور، احنا اصلا شغلنا تابع للدكتور، احنا الدكتور لازم يعطينا التقرير، احنا نشتغل على التقرير مثلا. عشان يقول لكم المريض ده محتاج ايه؟ بالضبط بالضبط. فطبعا بنروح اول شيء بنسوي شيء اسمه اسسمنت، بنروح بنعاين المريض، بنشوف شو المطلوب عنده، لانه في مرضى كبيره في العمر ما بتقدر تطلع على المستشفى مثلا، يعني في 80 90 سنه ما بقدر يروح على الدكتور مثلا، فاحنا بنوفر، احنا الدكتور اللي بنروح لهم وبنشوف حالته بالضبط، بنوديها للمستشفى مثلا. يعني انت ممكن اصلا تروح وتعرفوا انتوا الحاله وتوصلوا للدكتور. ايوه عليك نور، مظبوط. بناء عليه مثلا المستشفى او الطبيب في المستشفى بيعدل التقارير. هنا احنا بنقدم لضمان. طبعا احنا يعني الشغله اللي عند الجميع ان شاء الله، بس انا بعتبر حالي اني متميز فيها، انه مثلا اذا المريض فعلا محتاج، طبعا موافقه الضمان ما بتيجي بين يوم وليله انك تودي تمريض يقعدوا مع المريض. فانا يعني بحط التمريض تبعي بخليه عند المريض عبال ما انا اسعف المريض، عشان اسعف المريض او اني اوقف مع المريض اسبوع اسبوعين مثلا. اجتني الموافقه، اللهم لك الحمد والشكر. مثلا ما اجتني الموافقه، خلص يعني انا بعتبره عمل انساني سويته، اني خليت تمريضي اذا هو محتاج. طيب هي الرعايه المنزليه هل بتبقى مثلا يوم، ولا في حد ممكن يحتاج اكتر من يوم؟ لا، هي الرعايه المنزليه بالضبط يعني شهر شهرين. الموافقات بتجيكي مثلا بالشهر بالشهرين، وفي مرضى بيقعدوا معك بالسنوات، يعني مثلا بيبي صغير مولود معاق مثلا، او انه واهله مثلا مش فاضيين له، او انه بيشتغلوا، او مثلا تبقوا عاملين له متابعه بقى. متابعه طبعا، انت التمريض عندك بيقعد شهر
شهرين ممكن يقعد عند المريض. طيب سيد محمود، انت اتكلمت طبعا عن ميزه اللي انت ما بتنتظرش الموافقات، قول لي كلمني اكتر ايه المميزات الثانيه اللي انتم هنا متميزين بيها عن غيركم؟ بالنسبه للمميزات طبعا احنا شغلنا 24 ساعه، التمريض بيكون عند البيشنت عند المريض 24 ساعه. من يعني مثلا طبعا احنا عندنا اسطول كامل، يعني احنا عندنا تقريبا عدد التمريض كبير جدا مهول، مثلا باي وقت الساعه 12 بالليل الظهر باي وقت مثلا ممكن يكلمنا اهل البيشنت. حتى حضرتك كنت كلمتيني قبل اللقاء بتقولي ان انتوا كمان عندكم سيارات مجهزه. عندنا سيارات للشركه طبعا، عندنا سيارات بس الامبولانس يعني دايركت يعني موجوده، بنطلبهم طبعا بيكونوا تحت الخدمه تحت التصرف، يعني اذا في بعض المرضى عندنا بيحتاجوا مثلا امبولانس اسعاف طبعا بنوفرهم دايركت، يعني بنوفرهم على طول يوصلوا للمستشفى بالحالات الطارئه طبعا. طبعا الشغله الثانيه زي ما قلت لك مثلا في بعض الاهالي مثلا بيجي بالليل مثلا بتصير شغله بينه وبين التمريض مثلا، يعني مستعدين احنا باي وقت نودي لهم تمريض ثاني مثلا، يعني اذا صار اي ظرف فاحنا تمريضنا 24 ساعه، يعني في بديل تقدروا في اي وقت تنقلوا التمريض اللي موجود بتمريض ثاني بتمريض ثاني بعلاج طبيعي مثلا ثاني. الدكتوره عندنا ممكن تطلع باي لحظه، عندنا الاداره ما شاء الله يعني على التليفون 24 ساعه، في بعض المرضى مثلا بتصل تليفون في الاداره في المديره في مسؤوله الشركه مسؤولة شؤون المرضى، التمريض بيبقى طالع مؤمن بكل الأدوية اللي بكل الأدوية. مظبوط. بالنسبة للأدوية طبعا زي ما تفضلتي احنا عندنا برضو الطاقم تبعنا هو اللي بيجيب الأدوية، مثلا بيطلع مع المريض بيحتاجوا أدوية هم اللي بيجيبوها، تقارير مثلا بيطلعوا بياخذوا المريض إلى من وإلى، يعني بيودوه مع المستشفى اللي بيحتاجوهم بيجيبوا لهم إياهم تقريبا، يعني الحمد لله. ورحمة الله وبركاته، معكم أمال زياد النجار من الفيرست كلاس للرعاية المنزلية. بالنسبة للرعاية المنزلية نحن صرنا بالبلد أو بالسوق 4 سنين، بنقدم الرعاية المنزلية من الأطفال من عمر الشهر لعمر 100 سنة. عنا مريضة بحدود عمرها 106 سنين والحمد لله بعدها معنا لمدة 2 سنين وإن شاء الله بتستمر معنا والله يعطيها طولة العمر. بالنسبة للرعاية المنزلية تبعتنا نحن بنقدم نيرسات 24 hours و12 ساعة، بنقدم مع ضمن الرعاية المنزلية بنقدم علاج طبيعي، إذا احتاج المريض علاج طبيعي بنوفر له، حتى لو ما احتاج علاج طبيعي ممكن نقدم له العلاج طبيعي كفري سيرفيس على أساس يكون المريض مرتاح. وبالنسبة لخدماتنا الأخرى كمان بنقدم امبلانس بتودي المريض تيجي تجيب المريض على العيادات، ممرضاتنا بيكونوا مرافقين للمريض في الحالات اللي بيكون فيها ادمشن دخول للمستشفى، في حالات انه بده ياخذ الدواء ما في حدا ياخذ الدواء من الاهل ممكن الممرضات يروحوا يسعوا يجيبوا الدواء، ممكن كمان في حاله الدخول الممرضه تبعتنا تبقى مع المريض في المستشفى. بالنسبه للرعايه الثانيه انه نحن بنقدم السبلايز من بامبرز لحليب لادويه لأي شيء بيحتاجه المريض من مخازن المستشفيات الحكومية. نحن بنغطي منطقة العين، منطقة أبو ظبي، تابعين لضمان ثقة، بناخد ثقة 1
ثقته. وبالنسبة لتمريضنا حاصلين على الشهادات من بلادهم، ومع هيك لازم يكونوا حاصلين على الشهادات من الصحة وهيئة الصحة. بتغطوا العين وبظبيط، يعني كل الفتره الجايه. شوفي احنا والله بنفكر انه يعني انه نكبر المجال تبعنا. يعني انا فعليا عندنا الفيرست كلاس والمتعدد الحلول الطبيه. انا كان عندي شركه، صاروا شركتين، بغطوا العين وابو ظبي. حاليا احنا بنفكر انه نغطي الامارات الشماليه، دبي والشارقه وعجمان، وبنفكر ان يعني انه ندخل شغلات. يعني احنا فعليا شغلنا كمكتب وبنقدم الخدمة في المنازل. بفكر انه مثلا اكبر المركز، انه يعني ان شاء الله باذن الله انه نفتح مركز حتى علاج عنا في المركز الطبي باذن الله، وناخذ المنطقة الشمالية، عجمان، الشارقة، ابو دبي باذن الله. الله ربنا يوفقك. الله يبارك. طيب سيد محمود، اكيد قصة كفاح زي كده كان ليك شريك وداعم ليك في النجاح، كلمني مين هم شركائك في النجاح؟ شوفي اول شيء انا برجع الفضل اولا واخيرا بعد رب العالمين بالتجاره بشكل عام، ودخلت في التجاره لوالدي الله يرحمه. هو كان تاجر، ويعني انا حبيت التجاره من وراه، وهذا اداني الدعم الاول، وهو وقف معي من 99 تقريبا. بعديها طبعا في عندي شركاء بالحلوه وبالمره، أستاذ ناصر الفلاسي، الدكتور محمد مناصرة، كتير يعني مثلا بحكم أنه أنا اللي في الوجه أو أنا اللي ماسك الشغل مثلا مرات يعني بنكسر شوي بالوضع الإجمالي، بس هم مثلا بدوك الدافع أنه مثلا كل شيء أنت بتسويه حتى الغلط إحنا بنساعدك فيه، بس صلح الغلط. بدعموني نفسيا، اجتماعيا، سوري في الكلمة، ماديا، كل شيء. فالجماعة يعني بعتبرهم أهلي. في الشركة عندي طبعا الموظفين احنا كلنا عيلة. انا بعتبر المديرة مسؤولة التمريض بغض النظر عن جنسيات، مثلا في عنا هنا فلبينية من الجنسية الأسيوية. انا دائما بعتبر ان الشركة وافراد الشركة كلهم أهلي، كلنا عيلة واحدة. فعن جد كلنا ايدينا بايدين بعض، وبدنا نخدم المجتمع، وبدنا نخدم زي ما قلت لك شغلة إنسانية وإلى جانب. يعني حتى احنا من أول ما دخلنا هنا فعلا حاطين احنا بنتعامل مع شخص واحد عن جد، لأنه هذا اللي أنا معتبره بيني وبين كل الموظفين، من المدير لا مع احترامي للسائق في الشركة، كلهم أهلي. طبعا على الصعيد الشخصي لا أنكر مثلا أنه زوجتي كتير دعماني بشغلات كتير. يعني مثلا أنا لما أنا دخلت من مجال التكييف لمجال الطبي يعني شتان مثلا، هي اللي خلتني أشتغل على نفسي باللغة الإنجليزية، بدورات إسعاف، بدورات، إنه اشتغلت على نفسك بمجال الطبي، إنه على أساس إنك تثبت حالك في يوم من الأيام. والحمد لله هذا اللي وصلنا له. الله يبارك. طيب كلمني عن دعم الدولة ليك. شو ما أتكلم طبعا الكلام مش ما بيكفيهم. شوفي أنا قلت لك أنا من مواليد البلد. الله يطول. شوفي اللي إحنا شايفينه هنا من أمن وأمان ومن دعم مادي ومعنوي مش موجود في أي مكان. يمكن أنا رحت على أمريكا لفيت. بأمانة من حبك للبلد هاي، من دعم الشيوخ بقراراتهم بسياستهم، ما بيخليني اني اروح اطلع برا، بتمني هنا. طبعا يعني شوفي في ناس بقول لك مثلا احنا مش ماشي معانا الامور. يا عمي انت مش ممشي حالك، انت ما بدك تشتغل،
فهنا الدولة مش واقفة ضد أي حد بده يشتغل، بس بده يشتغل بما يرضي الله وبالحلال وصح، بتساعده وبتدعمه، بتساعده وبتدعمه. أنا إنسان زي ما قلت لك، يعني أنا لولا قوانين الدولة، لولا سوري في الكلمة، مرات بتكون مثلا أنه الشغلات بتكون عائق لإلك، ولكن لازم تحاول مرة واثنين وثلاثة عشان توصل لهدفك. وبشكل عام يعني الله يطول في عمر الشيوخ، الحمد لله احنا بظلهم طبعا بعد رب العالمين. حفظهم الله. اللهم سيد محمود احنا بنشكرك وسعدنا جدا بلقائنا معك، وفعلا استفدنا النهارده معك. الله يبارك فيك، اهلا وسهلا فيك اختي، الله يبارك فيك، الله يعافيك، الله يسلمك. زي ما ابتدينا الحكايه بقصه كفاح، راح ننهيها بكلمه شكر لكل رواد النجاح. انتظرونا الحلقه القادمه.